ماذا عن العاصفة الشمسية المرتقبة؟ كيف تؤثر هذه العاصفة على حياتنا؟ مما تتألف هذه العاصفة وكيف تتكون؟ وهل يمكن أن تزداد حدة في الأيام القادمة؟ وهل يمكن أن تؤثر على شبكة الاتصالات الرقمية؟ هل يمكن أن تؤثر على حياتنا؟ وما علاقة هذه العاصفة بالارتفاع الكبير لدرجات الحرارة اليوم؟ الحقيقة هذه المواضيع تشغل بال كثير من الناس. أحببت اليوم أيها الأحبة أن نتأمل في هذه الحلقة التي ستكون مطولة قليلا. طبعا العاصفة الشمسية في البداية هي حدث يحدث باستمرار، لأننا حقيقة نتلقى الحرارة من الشمس. ما هي الشمس أيها الأحبة؟ الشمس ببساطة هي فرن نووي ملتهب يحرق الهيدروجين تماما مثل السراج. السراج قديما كان يحرق الوقود وهو الزيت. عندما يشتعل هذا الزيت من خلال تفاعله مع الأكسجين في الهواء فيعطي الضوء والحرارة والدفء مثلا. الشمس تقوم بنفس العمل أيها الأحبة، ولكن وقود هذه الشمس هي ذرات الهيدروجين التي تندمج وتلتحم بعنف شديد بسبب ملايين الدرجات المئوية الموجودة في جسم الشمس، مما يؤدي لالتحام هذه الذرات وتوليد ذرة هيليوم، وينتج عن هذا التفاعل الاندماجي كميات هائلة من الطاقة. ولكن الشمس ليست مجرد فرن، هي بالفعل سراج، ليست ثابتة. شدة إضاءة الشمس ليست ثابتة أيها الأحبة، هناك أعاصير تحصل على سطح الشمس يمكن أن يمتد الإعصار إلى 300,000 كيلومتر، يعني مثل المسافة بين الأرض والقمر تقريبا. هذا لسان لهبي واحد ينطلق من الشمس. تصور أخي الحبيب، كرتنا الأرضية لو وضعناها مقابل الشمس ونظرنا إلى الأرض والشمس لا نكاد نرى أرضنا، ستبدو مثل كرة صغيرة لا ترى بالعين. بل إن عاصفة شمسية واحدة يمكن أن تكون أكبر من الأرض بعدة مرات. يعني تصوروا لو اقترب لسان لهبي واحد من الأرض لأعدم وأحرق كل من على الأرض خلال وقت قصير جدا. لذلك هذه العواصف تنتج عن الرياح الشمسية، لأن الشمس هي جسم حي يتفاعل باستمرار ويعطي رياحا شمسية. هذه الرياح ليست كالرياح التي نراها هنا، هنا الرياح لطيفة. الرياح على الأرض تسبب موج البحر، تعطينا شيء من البرودة، ولكن الرياح الشمسية هي رياح قاتلة، لأن مادة هذه الرياح ليست ذرات الهواء وليست الأكسجين، بل هي الأشعة الكونية، الإلكترونات السريعة جدا، أشعة جاما، الأشعة فوق البنفسجية الحارقة. إذن هناك مجموعة كبيرة جدا من الجسيمات ما دون الذرية، أو تسمى الجسيمات الدقيقة، مثل النيوترون والإلكترون والبروتون وغيرها، تطلقها الشمس بكميات هائلة جدا. ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى الأرض زودها الله بسقف أو درع مغناطيسي قوي جدا. يعني هذه الشمس في الأعلى لا يصلنا من قوة إشعاعها إلا الشيء القليل جدا جدا جدا. هذا الضوء الذي نتلقاه أيها الأحبة خضع لعمليات فلترة كثيرة جدا، لأن المجال المغناطيسي القوي حول الأرض يحرف هذه الجسيمات. كما نعلم الإلكترونات هي جسيمات تتأثر بالمجال المغناطيسي وتنحرف، فهذا المجال المغناطيسي يحرف هذه الرياح الشمسية القاتلة، ويحرف أيضا أنواع كثيرة من الأشعة التي تبثها الشمس والجسيمات الدقيقة. ولكن على الرغم من ذلك هناك رياح تهب بعنف تسبب أعاصير عنيفة جدا كالتي نراها على الأرض. فإذا كانت قوة الإعصار على سطح الشمس كبيرة جدا، ماذا يحدث أحبتي في الله؟ فإن هذا الغلاف المغناطيسي القوي الذي سماه القرآن بالسقف المحفوظ، لأن الله يحفظه لنا، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون، يحفظنا من شر هذا السراج الوهاج. وجعلنا سراجا وهاجا، الشمس سميت سراجا وهاجا، وهذه التسمية من الناحية العلمية دقيقة جدا. والسقف المحفوظ إشارة إلى
المجال المغناطيسي القوي جدا الذي يحيط بالأرض ويمتد لعشرات الآلاف من الكيلومترات، أيضا هذا التعبير صحيح من الناحية العلمية. نحن اليوم أيها الأحبة لا نتحمل درجة حرارة 50 فقط، 50 درجة. مع العلم أن نار جهنم كما قال النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام، قال ناركم هذه في الدنيا ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. تصور درجة حرارة النار التي تكون عادة أكثر من 1000 درجة مئوية. النار التي نستخدمها نار الموقد درجة حرارتها بحدود 1100 درجة مئوية. تصور معي أن نضرب هذا العدد ب70، لأن نارنا هنا هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فألف ومئة مضروب ب70 يعني 77,000 درجة مئوية درجة الحرارة في نار جهنم، وربما أكثر. نحن فقط يعني نتصور، نحاول أن نتصور بناء على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل أخي الحبيب درجة الحرارة 77,000 هي سوداء معتمة بالنسبة للعين البشرية، لا ترى. لذلك على سطح الشمس إذا لاحظتم هناك نقاط عمياء أو معتمة، هذه تكون درجة حرارتها عالية. درجة حرارة 50 لا نتحملها، كيف سيتحمل الكافر درجة حرارة 77,000 درجة؟ نسأل الله أن يصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. إذن أخي الحبيب هذه العواصف لها دورة تقريبا كل 11 عاما تتكرر، لها نظام معين، ولكن أحيانا كما في العاصفة التي نشهدها اليوم تكون عنيفة لدرجة أنك تستطيع أن ترى ما يسمى الشفق القطبي، تراه في مناطق في شمال أمريكا، تظهر السماء بألوان أخضر وأحمر وأصفر مثل ستائر هكذا، سبحان الله. هذه الستائر المضيئة التي نراها هي نتيجة تفاعل قوي يحدث بين الغلاف الجوي بطبقاته السبعة وبين هذه الرياح الشمسية العنيفة، يحدث تصادم وتفاعل وتبدد واحتراق لهذه الجسيمات، وبالتالي تولد هذه الأضواء الرائعة ما يسميه العلماء أرورا أو الشفق القطبي. كيف تتعطل أحيانا أنظمة الاتصالات الرقمية؟ هناك أقمار اصطناعية في الفضاء أيها الأحبة، هذه الأقمار الاصطناعية تتأثر ويحدث فيها تشويش، لأننا كما نعلم الإلكترونات التي تأتي بسرعة فائقة أو البروتونات أو جسيمات أخرى تكون مشحونة بشحنات موجبة أو سالبة، إذن هي نوع من الكهرباء، وبالتالي تؤثر على الموجات الكهرطيسية التي تبثها هذه الأقمار، وتؤثر أيضا على آلية عمل هذه الأقمار، بل قد يمتد التأثير إلى الأرض، شبكات الاتصالات على الأرض قد تتأثر. لذلك أيها الأحبة الله فعلا رحيم، الله لطيف بعباده. يجب أن تتذكر هذه الآية أخي الحبيب، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. العاصفة الشمسية أخي الحبيب يمكن أن تكون مدمرة، ولكن بأمر الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يصرف شرها عنا. لذلك نحن اليوم على الأرض عندما نتذكر هذه الآيات الكريمة، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، من الذي حفظ الغلاف الجوي أصلا للأرض والغلاف المغناطيسي؟ الغلاف الجوي قلنا يمتد 100 كيلومتر، بينما المغناطيسي أكثر من 60,000 كيلومتر. من الذي يحفظ هذين السقفين الرائعين ملايين السنين، بينما في المريخ لم يحفظ الغلاف الجوي فزال؟ القمر كان له غلاف جوي وتبدد عبر الزمن وزال. لذلك على سطح القمر الوجه المقابل للشمس ترتفع درجة الحرارة أكثر من 100 درجة مئوية، الوجه الآخر تنخفض لما دون 100 درجة تحت الصفر، بينما على الأرض سبحان الله بسبب هذا السقف المحفوظ درجة الحرارة تكون يعني ضمن حدود معينة، لا ترتفع كثيرا. الأرض هي الكوكب الوحيد في المجموعة الشمسية التي تتمتع بمجال مغناطيسي هو الأقوى على الإطلاق، قوي جدا. السبب أن الحديد يتركز في باطن الأرض، في نواة الأرض، في النواة المركزية، الطبقة السابعة من طبقات الأرض، فيها كتلة هائلة من الحديد هي سبب هذا المجال المغناطيسي الذي يحرف هذه العاصفة الشمسية ويخلصنا من أكثر من 99.9% من ضررها. نحن لا يصل للأرض إلا قيمة قليلة جدا
من أضرار الشمس. على الرغم من ذلك انظروا، الناس تكاد تغلي من ارتفاع درجات الحرارة 3 أو 4 أو 10 درجات فقط. وأذكر أخي الحبيب بنار جهنم، هذه الشمس ربما أو هذه العواصف أو هذه الحرارة العالية هي تذكرة لنا، يجب أن نتذكر عذاب الله، إن عذاب ربك لواقع، يجب أن نتذكر نار جهنم، يجب أن نخاف من ذلك اليوم، يجب أن نحسب حسابا للموت، يجب أن نعود إلى الله باختصار. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأخيرا أيها الأحبة، نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم كل الشرور، وأن يتوب علينا لنعود إلى الله عز وجل، ويتوب الله على من يشاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.